发言，我现在邀请黎巴嫩代表发言。سيد رئيس اسمحوا لي اولا ان اعرب لحكومه هايتي وشعبها والهيئات والمنظمات الدوليه العامله فيها عن تعازينا الحاره وتضامننا الكامل معها في هذا الظرف العصيب واود ان اشكركم على تنظيم هذه المناقشه الهامه واتاحه الفرصه لنا لتبادل الاراء مع ممثلي المنظمات الاقليميه ودون الاقليميه حول التعاون بينها وبين الامم المتحده في صون السلم والأمن الدوليين. وأود أن أشكر سعادة الأمين العام بان كي مون على مشاركته في هذا الاجتماع وعلى مساهمته القيمة، كما أود الترحيب بممثلي المنظمات الإقليمية الذين نقدر مشاركتهم في جلستنا اليوم. السيد الرئيس، إن تكريس واضعي ميثاق الأمم المتحدة فصلا كاملا هو الفصل الثامن للإشارة إلى دور المنظمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم في العالم، يؤكد بذاته أن دورها يتكامل مع دور الأمم المتحدة، ومن هنا تأتي أهمية تعاونهما والسعي للاستفادة من الميزة التفاضلية لكل منهما. وقد شهدت العلاقات الدولية المعاصرة أمثلة عديدة وآخرها في القارة الأفريقية على أهمية مساهمة منظمات الإقليمية في صون الأمن وتحقيق السلم، سواء بإرسالها قوات لحفظ السلام أو مندوبين ميدانيين للمشاركة في عمليات سياسية أو بتوسطها لحل النزاعات. ويعود ذلك النجاح إلى أن هذه المنظمات على صلة مباشرة بالنزاعات الواقعة ضمن نطاقها، فالروابط الجغرافية والقواسم المشتركة تاريخيا وثقافيا واجتماعيا تجعلها على اطلاع وثيق على خلفيات هذه النزاعات وعلى الأساليب الأنجح لحلها بالطرق السلمية. هذا بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التي تدفع هذه المنظمات إلى السعي للتصدي للصراعات الواقعة في إطار عملها. ومعلوم أن دور المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية يأتي على ثلاثة أصعدة: قبل نشوء النزاع عن طريق الدبلوماسية الوقائية، أثناء النزاع للتخفيف من حدته واحتوائه وصولا إلى تسويته بالطرق السلمية، بعد انتهاء النزاع للمساهمة بإعادة بناء السلام. يعتبر لبنان أنه من الضروري توقيع المزيد من مذكرات التفاهم أو الاتفاقات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانات كل منها ومسؤولياتها، وذلك لرسم إطار واضح وفعال لآلية التعاون والتنسيق وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بينها. ومن المفيد أيضا توسيع إطار التعاون ليشمل، فضلا عن المجالات التقليدية مثل نزع السلاح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كون العمل على هذه الأصعدة يساعد على التصدي لجذور الأزمات ومعالجتها في الأساس. ويثني لبنان على الجهود المبذولة في هذا السياق، ويرى أنه من الضروري عقد اجتماع دوري سنوي بين مجلس الأمن وممثلي المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لتقييم ما آل إليه التعاون فيما بينها واستخلاص الدروس ورسم السياسات المستقبلية. وللتعاون أوجه عديدة تتمثل بتبادل الخبرات والمعلومات وتشاطر الدروس المستفادة، ليس فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام فحسب، بل فيما يتعداها إلى مهام جديدة مثل مراقبة الانتخابات وغيرها. وفي هذا الإطار يدعو لبنان إلى إعطاء مسألة الدعم المادي للمنظمات الإقليمية العناية التي تستحق لتمكينها من تنفيذ مهامها. وهذا يتطلب عند الحاجة أيضا الاهتمام بالتطوير التقني وتدريب الجهاز البشري لهذه المنظمات، والتشجيع على عقد اجتماعات تنسيقية بين الأمم المتحدة والأمانات العامة لهذه المنظمات. سيد الرئيس، يدعو لبنان أيضا لإعطاء الأهمية المطلوبة للتعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وهي التي يطال نطاق عملها منطقة واسعة من العالم تمتد من غرب آسيا إلى المحيط الأطلسي وتشمل 22 دولة. وقد كانت هذه المنطقة وما زالت مسرحا للعديد من الصراعات والمعاناة، أبرزها الصراع العربي الإسرائيلي الذي هو أقدم موضوع على جدول أعمال مجلس الأمن. إن تعزيز التعاون بين منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف المنظمة لجهة حفظ الأمن والسلم الدوليين عبر تطبيق القانون الدولي وقرارات كل من هذا المجلس والجمعية العامة،
لا سيما لجهة إنهاء الاحتلال وممارسة حق تقرير المصير. وهل يقصد التذكير بمبادرة السلام التي تبنتها جامعة الدول العربية على مستوى القمة عام 2002 في بيروت من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل في الشرق الأوسط؟ وهل يقصد التذكير أيضا أنه في مواجهة التسلح النووي الإسرائيلي ومنعا لدخول هذه المنطقة من العالم في سباق تسلح ذري، كانت جامعة الدول العربية المقدامة في الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية؟ من ناحية أخرى، يتمسك لبنان بتوطيد التعاون والتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي التي تشكل الإطار الجامع لحوالي 1.5 مليون مسلم في وقت تتزايد فيه الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حوار الثقافات والأديان. في الختام، يود لبنان أشكر الوفد الصيني على إعداده مشروع البيان الرئاسي ويؤيد اعتماد مجلس الأمن لهذا البيان. شكرا سيد الرئيس.